وشباب اليوم بدنا نكمل حديثنا عن التدفق المغناطيسي. طبعا امبارح مثل ما شفنا حكينا بالتدفق، حكينا بالتدفق ولاحظنا ان التدفق امتى بيكون اعظم. من خلال احنا قاعده التدفق الاعظم قدرنا نحدد اثر الحقل المغناطيسي على سطح يقوم بدوران، تطبيق دوران عليه حتى يصل الى وضع مستقر بشكل مشابه لثنائي القطب الكهربائي. هذا الحكي حكيناه امبارح ووضحنا شو هو عزم ثنائي القطب المغناطيسي، هو IBS. طبعا هذا الشيء مهم لازم تفهم الشيء، انه انا اذا عندي سطح ما عندي مر في تيار، هذا سطح ما عندي مر في تيار، هذا ما عندي شكل لثنائي القطب المغناطيسي، هذا فقط سطح بس يمر في التيار بده يصير ثنائي قطب مغناطيسي. ليش؟ يعني هذا الفكرة، انه انت شو معنى ثنائي قطب مغناطيسي؟ يعني احنا لما قلنا ثنائي قطب كهربائي كان واضح الموضوع، يعني ثنائي القطب ما معنى ثنائي القطب؟ انه شحنة موجبة وشحنة سالبة بيناتهم مسافة، هذا بالنسبة لثنائي القطب الكهربائي. بالنسبة لثنائي القطب المغناطيسي مثل ما حكينا، انت في عندك تيار عم يمر، هذا التيار عم يمر بهالحلقة رح يشكل لي حقل مغناطيسي. الحقل المغناطيسي يتدفق من الشمال الى الجنوب، الحقل من جهة نحو العالم، يعني هيك رح يصير عندي انا، هاي خطوط الحقل رح تخترق الوجه العلوي ترجع تدخل من الوجه السفلي. معناتها هون هذا ان والسطح السفلي صار اس، من هيك سميته ثنائي القطب. هاي بس فكرة توضيح عن ثنائي القطب المغناطيسي اللي حكينا فيه امبارح، عشان تعرف ليش عم نسميه ثنائي القطب المغناطيسي، لأنه أنا صار عندي هذا الملف له قطب شمالي وقطب جنوبي. تمام. هلا اليوم بدنا نحكي بالتحريض. طبعا ما هو أثر الحقل المغناطيسي؟ أثر الحقل المغناطيسي أثره طبعا حسب إذا هو متغير أم لا، يعني التدفق إذا كان متغير راح يسبب لي آثار إضافية إلى جانب التدوير. يعني القصد نحن امبارح أخذنا هذه الحلقة مثلا، هذا السطح اللي عم يصنع أنا معي زاوية تد، هذا الناظم تبع السطح، افترضنا هذا الحقل المغناطيسي، هذا عم يمر في تيار أي. شفنا من خلال القوة المغناطيسية اللي عم تصير عندي أنا على السلك اللي عم يمر في تيار، رح يصير في تدوير وصل وضع مستقر. يعني هون أنا بس ببساطة النتيجة النهائية راح أحصل عليها هو سطح مستقر يكون فيه تدفق أعظم، يكون الـ LB موجود على نفس اتجاه الـ M. مين اللي راح يدور؟ أكيد السطح، هدول الناظم اللي حتى نطبق عليه راح يطبق تورك حكينا في المرة. طيب هلا بعد ما وصلنا لهي المرحلة، نعم أنا هل من الممكن إذا صار في تغير بالـ B أو تغير مثلا بمساحة السطح المعرض لـ LB هل في عندي آثار راح تظهر؟ هذا الشيء اللي اكتشفه فاراداي من خلال التجربة اللي قامها. تجربة فاراداي رح نحكي عنها أول شيء. ونلاحظ أن الحقل المغناطيسي يختلف أثر من خلال التدفق. هذا التدفق موجود، خاصية تبعية الحقول، التدفق الكهربائي والمغناطيسي خاصية هامة. هذا التدفق له آثار. أول أثر شفناه في حال كان عندي ثبات بقيمة الحقل المغناطيسي وسطح الدارة عم يسعى للتدوير. رح يسعى للتدوير في حال كان الحقل المغناطيسي ثابت وسطح الدارة ثابت، بصير في عندي تورك. تجربة فاراداي اللفافية، عندي أنا ملف موصول بدارة. هاي التجربة اللي قام فيها فاراداي. مقياس مع موصول مع مقياس غلفان متر. فانومتر مهمته قسط التيارات اللي عم تمر في الدار ولو ضئيل. يعني لو كان شفت التيار ضعيف قادر يحسسها. انا هيدي هذا الموجود عندي، موجود عندي ملف. شو صار عندي؟ جبت انا مغناطيس بسموه هذا بار ماجنت، بار ماجنت لانه عندي انا قطب شمالي وقطب جنوب. جبت له مغناطيس. هلا انا بالحاله العاديه لما بدي اجيب مغناطيس وقربه من دار ما في عم تمر، يعني هذا سطح، هاي سطح، هاي الحلقه نفسها، حطيت المغناطيس على بعد ثابت ان اس، انا هون شو بده يصير؟ مش مره يصير عندك شيء، لحتى لو كان السطح مايل، يعني لو كان السطح بهالشكل يصنع زاويه مناظره بين الحقل المغناطيسي الناتج عن الان اللي هو وين المفروض يخترق الدار، هون خطوط تدخل القطب الشمالي، عندي خطوط تدخل القطب الجنوبي. انت هون هذا سطح الدارة،
هذا الناظم ان. البي طبعا لازم نشوف نحن جهه حسب الجهه، اذا افترضنا هذه البي موجوده عندنا. شو الفكره هون؟ الفكره هون في حال ما مر التيار بالسطح وكان هذا على بعد ثابت، يعني ما بتغير، انا بدي يمر الحقل وبصير ما رأي السر على الحلقه لانه ما فيها تيار. يعني انت هون فرضا كانت هي الحلقه مشحونه بلمبه بس هي ما عم تدور باوميجا، يعني فرضا الحلقه هون كانت مشحونه بس هي ما في حركه للشحنة، ما في حركه للشحنة طالما الفي تساوي صفر معناته ما في قوه مؤثره عليها، معناته ما في عندي تورك ويضل الحلقه من السطح على الارض. شو سوى فرجا؟ يعني هذا انت هون طبعا لمبه، انت الحل هون، الحل هون رح يصير في عندك تدفق، الحل هون رح تسلط على توازن مستقر يكون الكثافه الخطيه عم تدوب. هذا حكينا فيه امبارح انه انت اذا شفت كثافه خطيه لمبه خليتها تدوب بسرعه اوميجا للحلقه رح ينشا عندي كانه شيء مشابه للتيار مكافح للتيار. الشيء اللي سواه فرداي انه انا بالوضع الثابت ما ينشا عندي ولا اثر، هذا الاثر تبعه لما بيكون على بعد ثابت هذا المغناطيس شفناه نحن في حال كان عم يمر التيار بالحلقه رح يسعى لتدويره لوضع يصير في التدفق اعظم، يعني هيك بده يسعى لتدويره. الشيء اللي سواه فرداي انه بعد البعد غير البعد بين المغناطيس وهي الحلقه الموجوده. نحن اثناء تقريب المغناطيس هي الشغله اللي بتلاحظها، نحن اثناء تقريب المغناطيس انا التدفق عندي عم يزداد فاي عم يزداد. لما قرب وشو شاف هو؟ لما قرب شاف انه في تيار عم يمر في الدائره تحرك مقياس تحرك هون المؤشر تبع المقياس. لما قربنا المغناطيس لما ثبتناه على البعد ما تحرك المقياس. لما قمنا بابعاد المغناطيس تحرك المقياس بجهه معاكسه للمره الاولى. يعني شو صار؟ انا لما قربت المغناطيس تحرك المقياس بهي الجهه ولتكن هي الجهه تحرك فيها. انا وعم قوم بتقريب القطب الشمالي ناحيه. لما صار المغناطيس على بعد ثابت القطب الشمالي على بعد ثابت ما تحرك المقياس ضل على الشخص. لما حركته بالجهه المعاكسه يعني قمت بابعاد المغناطيس تحرك المقياس بالجهه المعاكسه، هذا بدل على مرور تيار في الحاله معاكس لجهه المرور بالجهه الحاله اللي قبل. يعني التيار اللي مر لما بعدت هو عكس جهه حركه التيار اللي مر لما انا عم قرب المغناطيس. بس انت هلا هون خلينا نفسرها من خلال التدفق الاصغر، طبعا مشان تحط قانون، طبعا هذا القانون بدنا نحكي عنه هلا، قانون فرادوي هو قانون تجري. القانون قانون تجريبي مستقل، ما فيك تستنتجه من قوانين اخرى، قانون تجريبي مستقل. الفاي بهالحاله انا وعم قوم بتقريب الحقل المغناطيسي، طبعا انت هون لاحظ فلوس كان في عندي تدفق بالبدايه، كان في عندي تدفق عم يخترق هذا السطح، اول شيء لما كان ثابت المغناطيس. لما قربت المغناطيس الدلتا فاي عندي تغير التدفق صار في تزايد بالتدفق اثناء التقريب. لما بعدت المغناطيس لما بعدت المغناطيس راح ينقص التدفق معناتها الدلتا فاي صارت هون اصغر نص. بس بالحالتين نحن شو بدنا نشوف؟ بدنا نشوف احنا الرابط ان الدلتا فاي ترتبط خلينا نقول التيار الناشف، التيار الناشف الدار. يعني وجود الدلتا فاي هو اللي اثبت لي وجود تيار في الدار، يعني انت هذا التيار الموجود عندي نشا نتيجه تغير التدفق، هذا هو قانون فرادوي. انت لما بيتغير التدفق عم يعبر سطح دار اللي يسبب فيها تيار، هذا التيار من دون التيار المتحرك. ليه؟ لانه نحن قمنا بتحريض الدار على انتاج هذا التيار. لحتى انت تفهم التفسير الدقيق للتحريض، الموضوع ما هو بسيط انك هذه تجربه قام فيها واكيد النتائج صحيحه، بس في تفسير ذري دقيق للموضوع، يعني انت اذا بدك تفوت بالخواص المغناطيسيه للذر كيف يعني مشان تفهم مقدمه على الموضوع. نحن اساسا حركه الالكترون طبعا هون نحن عم نفترض تبسيط كثير للموضوع، عم نفترض انه الالكترون دائره حول النواه وهذا الشيء بالنسبه للميكانيكا كان غير مفهوم، يعني بالنسبه للميكانيكا كان في عندي انا موجه احتماليه للالكترون كثافه احتماليه هو موجود، هو ليس موجود في مكان محدد، هو له احتمال وجود في مكان. هذا الفرق، بس نحن على هذا الرؤيه اللي بدنا هلا نشوفها انه في عندي الكترون عم يتحرك بهالمدار حول النواه.
نتيجة حركته من ميدان حول النواة مثل ما حكينا هي الكثافة الخطية لما عم دورة بسرعة ومكمل كأنه هي تيار معناتها أنه ممكن شفت حركة الإلكترون بتيار هذا التيار شو بده يسبب ليش؟ عزم مغناطيسي يعني في عزم مغناطيسي موجودة للنواة للذرة في حركة الإلكترون عم يدور حول النواة هذا العزم المغناطيسي للإلكترون بدي يتأثر بالحقل المغناطيسي نفسه يعني أنا إذا الحقل المغناطيسي هذا العزم المغناطيسي رح يتأثر بالحقل المغناطيسي خارجي يعني فرضا كان في عندي أنا ذرات عم تدور بشكل عشوائي هذه ثنائيات الأقطاب المغناطيسية اللي عندي عشوائي بمجرد أن أسلط حقل المغناطيسي عليها رح يصير في شيء مشابه لما بسلط حقل كهربائي على عازم هذا الشيء نحن لما أخذنا الحقول الكهربائية في الموصلات والعوازم نحن وضحنا نقطة أثر الحقل الكهربائي على العازل لاحظنا أنه صار في عندي استقطاب من خلال ثنائيات الأقطاب الموجودة داخل المادة هالثنائيات الأقطاب هذه بيكون توجهها عشوائي داخل المادة بمجرد إجى الحقل الكهربائي من الخارج راح تنتظم راح صار في عندي الاستقطاب على نفس المبدأ طبعاً هذا الموضوع بس لازم تأخذ عنه فكرة صغيرة ما إنه تعمق فيه وصلنا محلات شوي بعيدة نحن بالأولمبياد بيهمك أنت تعرف التمغنط طبعاً مسألة العالم اللي إجت السنة هاي كانت عم تحكي أول شيء عن ثنائي القطب المغناطيسي وعطت أفكار عن الحكاية عن موضوع التمغنط التمغنط شو هو؟ مثل ما عرفت الاستقطاب بأنه هو تغير عزم ثنائي القطب الكهربائي غير الحجم يعني مقدار توزع الثنائيات الأقطاب هون بدي أعرفه مقدار توزع الثنائيات الأقطاب بس المغناطيسية للحجم هذا هو التمغنط فقط رح يكون توجه هذا الثنائيات الأقطاب المغناطيسية عشوائي بمجرد إجاء الحقل بي من خلال قاعدة النصف العظم اللي شفناها قاعدة الاستقرار رح تصير عندك رح يصير في توجه كامل لكل ثنائيات الأقطاب من هيك أنت لما بتجيب قطعة حديد سلطت عليها حقل مغناطيسي خارجي بدك تلاحظ أن قطعة الحديد صار في عندها خواص مغناطيسية ولو لفترة يعني الحقل المغناطيسي أثر على المادة الموجودة بقطعة الحديد وجه ثنائيات الأقطاب المغناطيسية جوا هاي ثنائيات الأقطاب لما توجهت صار في عندي اجتماعات بين ثنائيات الأقطاب صار في وجه شمالي وجه جنوبي راح يصير في له خاصية مغناطيسية المادة نفسها هذا هو الطمر أي فكرة تفسير الدقيق للتحريض رح تعرف التفسير الدقيق للتحريض ليش أنا يعني شو له علاقة الحقل هون طبعا هون حقل مغناطيسي هون لما بنقول نحن بي يعني بقول تدفق يعني حقل مغناطيس انا نشأ عندي تيار في الدار ودك انت بحاله من الحالتين جيت التيار يعني تكون بالحاله اللي بعد مثل ما وضحنا بعد التقرير بيكون بالعكس هون طالما نشأ تيار التيار كيف ينشأ نرجع بس التيار لا ينشأ الا بوجود مصدر يعني انت لحتى تخلي الالكترونات تتحرك بدك حقل كهربائي يجبرها تتحرك بهالاتجاه انت الحقل المغناطيسي ما بيجبر الالكترونات تتحرك الحقل المغناطيسي شو بيسوي الحقل المغناطيسي بيقوم بتدوير الشحنات بيقوم بتغيير جهه الحركه اما الشيء اللي بيجبرها للالكترونات تتحرك في مسار في السلك في الدار هو الحقل الكهربائي الفاعل من خلال القوه المحرك الكهربائي انا لما لكن هذا الحقل المغناطيسي حتى مر عندي تيار حركت انا الالكترونات بالدار لازم يكون اعطاني قوه محرك قانون فرض طبعا انت كمان هون في شيء بيتعلق شيء واضح يعني هذا الشيء انت اذا قربت بسرعه غير اذا قربت ببطء اذا قربت بسرعه رح تغير تدفق بشكل اسرع ورح تكون القوه المحرك الكهربائيه هون اكبر اما في حال قربت ببطء فانت عم تغير تدفق بشكل ابطا ورح تسبب انت نشوء قوه محركه اضعف رح يكون التيار اضعف يعني بقى من هيك انت لما قمت بالتقريب سرعة التغير تبع التدفق يعني انت هون يتعلق بالزمن اذا كانت اذا استمت العملية بشكل سريع من قبلك ولا بشكل بطيء من هون فينا احنا نقول انه ابسيلون تساوي قوة المحرك الكهربائي دي فاي على دي تي قانون فرادة بالتحريض هذا القانون طبعا المسائل اللي تجي سواء بالعالم او بالبيولوجيات السوري لا تناقش موضوع التحريض بشكل عام هنا يعني موضوع التحريض لا تتم مناقشته بشكل عام يعني هذا نعرف نستخدم قانون فرادة ونشوف شو بده يصير عندي بالدار نفسها
طبعا انت تفهم هلا انت هون القانون يضاف له مشارك سالب، راح احكي ليش لا تضاف له مشارك سالب. خلينا ناخذها هي الحلقه ملف او حلقه دائريه، ملف هو عدة نقاط. بدي اقرب قطب، قرب المغناطيس، بدي اقرب القطب الشمالي. انا بمجرد بدي اقرب القطب الشمالي التدفق راح يزيد. طبعا هلا اذا انت بتحط القطب الجنوبي هون بصير عندك اختلاف بهالحال، هالشيء واضح. انت اذا بدك تحط القطب الجنوبي حطينا القطب الجنوبي خربناه مثل كأنه نقص التدفق. ليه؟ لأنه أنت القطب الجنوبي يدخل لهون الحقول وين تخرج. يعني أنا في عندي لهون الحقل المغناطيسي عم يخترق سطح الدائرة، سطح الملف نفسه، سطح الحلقة. في حال نوعا ما قررت يتغير التدفق رح ينشأ عندي تيار، بدي أعرف أنا جهة التيار كيف ممكن أحددها. يعني هذا أنا عرفت أنه قانون فردان يقول أنه بدي ينشأ تيار متحرك سببه وقوع محرك كهربائي متحركة نتيجة تغير التدفق. أنا بدي أعرف هلا أحدد جهة التيار، كيف بدي أحدد جهة التيار؟ أنت ببساطة بدك ترجع على الموضوع، هون الموضوع مشابه لموضوع العطالة. القانون يسمى قانون لينز، قانون لينز، بس أنت المطلوب منك تفهم ليش هيك عم يصير عندي أساسا. نحن لما بدنا قربنا المغناطيس صار في تزايد التدفق، عم يخترق سطح الدائرة. العطالة شو بتقلي؟ ميل الجسم إلى أن يكون ساكن. ممانعة الحركة. هون ممانعة التغيير، يعني أنت هون صار في عندك تغيير بالتدفق. هذا هو بنمشي عادي مقارنة. طبعاً كل هذه القوانين تجتمع بصيغة واحدة، بس ما بالنسبة لأن الفيزياء بالنسبة للعلوم. لا بقى هون بالنسبة لك. مثل ما حكينا بشكل مشابه مع مبدأ العطالة. مبدأ العطالة اللي بيقلك ميل الجسم إلى السكون أو ميل الجسم لممانعة الحركة، هون أنا رح يصير في عندي تغير بالتدفق. الحلقة بحد ذاتها قانون لينز رح يقلي إن هي لا تسعى لتغيير السبب، يعني أنا السبب هون زيادة في التدفق. الحلقة بدها تنتج التيار بشكل بيقوم بإنقاص التدفق. هون التدفق بالحقل المغناطيسي تم أنت هون لما قربنا ازداد التدفق بهي لازم ينقص هو. يعني الحقل البي نتج عندي الحقل المغناطيسي تبع المغناطيس نفسه عم يتسبب لي تزايد، انا بدي حقل مغناطيسي للحلقه بسبب لي تناقض. يعني لازم يكون الحقل المغناطيسي للحلقه نفسه. نحو الاسم هذا البي لوب للحلقه. كيف جهه التيار حتى يكون الحقل نحو الاسفل؟ لازم يمر بهالشيء. أنا عم حط هون لك إشارة المغناطيس دلالة على احتراما لقانون لينز، عم يعبر لي أنا كيف فيني فسر حد جهة التيار. طبعا أنت هون فينا ناخذ من حالات عديدة، تقريب قطب شمالي، تقريب قطب جنوبي، إبعاد تقريب حسب. هلا خلينا نحكي شيء ثاني، هلا إحنا لهلا عم نلاحظ إنه إحنا عم نحكي بتغير الحقل المغناطيسي، بس أنا التدفق شو عندي؟ التدفق. التدفق هو بي بي إس. لحتى يتغير التدفق احنا عندنا حالتين، يا بده يصير في تغير في الحقل المغناطيسي نفسه، يا بده يصير تغير في سطح الدائرة. كيف بده يتغير سطح الدائرة؟ ممكن من خلال دوران الدائرة اثناء دوران الحقل المغناطيسي، او ممكن من خلال حركته خلال الحقل المغناطيسي. كمثال على الموضوع، خلينا ناخذ منطقة فيها حقل مغناطيسي. خلينا نقول انه الحقل المغناطيسي موجه بهالاتجاه. خليني اخذ حلقة لا يمر فيها تيار، حلقة لها سطح هيس. تحرك بسرعة فيه، بدها تدخل لمنطقة المجال المغناطيسي. هلا خلينا نفسر الحركة على أجزاء، يعني هلا هون عم تحرك بسرعة فيه. هون رح تتحرك بسرعة فيه، بس بالحالتين هون ما في عندي حقل مغناطيسي. كونه ما في حقل مغناطيسي ما رح ينشأ عندك تيار. هون ما رح ينشأ عندك تيار أساسا. لا
لانه ما صار في عندي انا عضلات تحرقت هذا الحكي نفسي. هون كمان التيار سوي. خلينا ناخذ الحاله لما بيكون قرص عبر جزء منه خلال المنطقه هي تعال تحرك بسرعه فيه. لما بيعبر عند الحدود تبع هذا الشكل لما بيوصل القرص لهالمرحله انت الاس هون بالاول كان التدفق صفر فاي هون صفر هون ما في سطح دائره معروض حتى بس بهالمنطقه في الخارج لما وصل لهي المنطقه خلال هالانتقال راح يصير في عندي دلتا فاي ليه؟ لانه الفاي هون صار موجود صار في جزء من سطح الدائره عبر الحقل المغناطيسي بي لاحظ انت هون الفكره انه هو عم يعبره من خلال السرعه في نفسها طيب لما وصل للمنطقه في المنتصف انا هون راح ينتج عندي تيار كيف راح تكون جهاته؟ خلينا نحدد على اسم بما انه الحقل المغناطيسي نحو الخارج وعم يصير في تزايد بالتدفق لاحظ هون تزايد بالتدفق انا لازم اسوي انقاص للتدفق يعني معاكس لل بي يعني لازم يكون الحقل نحو الداخل الحقل نحو الداخل معناته التيار بيج عند هذا الحد اثناء دخول هذه الحلقه خلال هي المنطقه راح يتزايد التدفق انا لازم ينتج التيار بجهه تسبب لي انقصان بالتدفق تعاكس السبب الذي ادى الى حدوث التغير يعني انا عندي تغير عم يصير تكون جهه التيار بحيث تحدث افعالا تعاكس جهه السبب الحدود. بما انه كان التدفق عم يزداد والحقل المغناطيسي بهالجهه لازم يكون الحقل المغناطيسي الناتج عن الحلقه نحو الداخل ينتج عن هذا التيار. لما بتوصل لمنتصف مسافه الحقل المغناطيسي والمنتصف هي المنطقه انا هون ما عندي تغير بالتدفق. الدلتا فاي صفر. بما انه هون الدلتا فاي صفر معناته الاي صفر. ما في تيار بده يمر بهالحلقة. يعني هون ما في تغير بالتدفق، السطح كامل معرض للحقل بي، لو عم يتحرك بسرعة بي ما عم يغير عندي شيء. أما لو نوصل للحد الثاني، يعني هون في عندي أنا شروط حدودية على المسألة، عندي حد منطقة الدخول وحد منطقة الخروج. بيتحرك بسرعة بي. هو عم يخرج بده يصير في نقصان بالتدفق. ليه؟ لأنه يعني أنت أساساً هون كان التدفق قيمة أعظمية. كانت كل خطوط الحقل مخترقة على السطح. هو عم يخرج بده يصير في نقصان بالتدفق نتيجة خروج جزء من السطح، ما بقى صار معرض للحقل المغناطيسي. هون بما انه رح ينقص التدفق الحلقة بحد ذاتها بدها تسعى لزيادة التدفق تعاكس السبب الذي أدى له. يعني مدى يعني أنت إذا هون غير هون، هون كان السبب زيادة التدفق. يعني هون الدلتا فاي أكبر من الصفر. هون الدلتا فاي أصغر من الصفر. صار في عندي هون نقصان بالتدفق اثناء الخروج. انا اللي كان بدي اسعى لزياده التدفق، يعني لازم انا هون التدفق يزداد. يكون نفس جهه الحقل المغناطيسي. التيار رح يمر بالجهه المعاكسه. لاحظ انت الفرق بين منطقه الدخول ومنطقه الخروج. منطقه الدخول التيار هون بده يمانع. بده يمانع الحاله السابقه، شو الحاله السابقه للحلقه؟ هون. الحاله السابقه قبل ما تدخل منطقه المجال المغناطيسي، ما كان في عندي تيار فيه. وما كان في تدفق. اما لما دخلت عند الحد الاول منطق عند هذا الحد الاول لمنطقه الحقل المغناطيسي بالبدايه هون راح يصير في زياده بالتدفق. شو العمل اللي بدها تقوم فيه او شو الحادثه اللي راح تصير؟ بدها تمانع الزياده بالتدفق. بعدين استمرت لحاله وصلت فيها صارت بحاله هون مستقره صار تدفق اعظم بي بي اس موجود هون ما عندي تغير لانه ما في تغير بالتدفق. لما بدها تخرج الحلقه من منطقة الحقل المغناطيسي شو بده يصير عندي؟ الحالة السابقة لها شو هي؟ كانت حالة استقرار، حالة تدفق أعظم، راح ينقص التدفق نتيجة الخروج، راح تسعى هي لزيادة التدفق، هذا الفرق، ومن هيك صارت تلفت معي جهة التيار بالحالتين. طبعا هون مش عم نوضح نقطة إنه من الممكن البي نفسها هي تتغير، بس مثل ما شفنا هلا لما قربنا القطب الشمالي المغناطيسي وبعدين ممكن سطح الدائره هو اللي يتغير، هلا هون نحن شو صار عندنا التغير؟ تغير جزء معرض من سطح الدائره يعني انا في عندي جزء عم يتعرض للحقل المغناطيسي. هذه المساحه المعرضه للحقل المغناطيسي عم نغيرها، بقى راح يصير في عندي تغير بالتغير. خلينا ناخذ مثال جميل عن
هذا المثال جيد طبعا. قبل ما نفوت بمفهوم التحريض الذاتي الأجزاء الكهربائية، طبعا هون نلاقي كمان قانون فرق ولينز. لينز فسر لي أنا العطال اللي عم تصير عندي أو معاناة التغيير. قانون لينز مثل ما حكيت ممكن أنت تعمل تشبيه له مع العطالة تبعت الأجسام بالميكانيك، ميكانيك نيوتن، هي ممانعة الحركة، يعني ممانعة تغيير الحالة الحركية. هون كمان ممانعة تغيير الحالة، يعني التدفق إذا بده يتغير دارة نفسها رح تسعى هي لممانعة هذا التغيير، ووفق هذه الممانعة بتحدد عن التغيير. خلينا ناخذ حالة، خلينا هون في مصطلح نحكي مغناطيسي هاي الحلقة عشان أقول لك، خلينا نقول أن دورت عن هاي الحلقة بسرعة أمر حول محور. أنا هون شو بده يصير عندي؟ بس خلينا نكبر الرسمة. هاي الحلقة. هاي الحلقة عم بدورها بسرعة أمر. وفي عندي حقل مغناطيسي بي افق حلقه شعبولي. هي الحلقه هي وعم تدور حول هذا المحور، حلقه دائريه بس انا برسمها جنب. هي وعم تدور بدي اتغير انا عندي هون بده يصير تغير بالتدفق. الحقل المغناطيسي المطبق الخارج ثابت. بقى انت رح تعرف اذا رح يصير تغير بالتدفق ولا لا، تغير التدفق اللي عندي. طبعا انت بشكل عام بعلم التفاضل فينا نكتبها هي العباره. طالما الفاي هي بي اس وبي اس متغيرات عندي بالحاله على الرسم، معناتها الدي فاي بدها تكون يا بي دي اس يا زائد اس دي بي. شو معناتها هيك؟ يعني انا رح يتغير التدفق، يا بدها تغير مساحه السطح يكون الحقل المغناطيسي ثابت، يا بدها تغير الحقل المغناطيسي يكون سطح الدائره ثابت. حالات اعقد من هيك نحن ما بنناقشها. حالات اعقد انه يتغير سطح الدائره وتغير الحقل المغناطيسي سوا نحن ما بنناقشها، بدلهم بيض. انا بيهمني هدول الحالات. بالنسبة للشيء اللي عندي اياه موجود، هي عبارة التغير بشكل عام. بالنسبة للشيء اللي عندي اياه موجود، البي ثابت، معناتها هذا الحد عم يساوي صفر. معناتها انا هذا الحد اللي بيكون موجود عندي. إذا ما في تغير بمساحة السطح، معناتها ما في تغير بالتدفق. خلينا نشوف الحالة، أنت طالما هذا القرص، خلينا نفترض هيك الحقل المغناطيسي، هذا القرص، هو عم يدور القرص، هذا القرص، هو عم يدور بهالسرعة أوميجا. انا بده يصير في عندي تزايد بالتدفق هون بهالحاله نقصان، هون تدفق اعظم. دار هي نقصان بالتدفق، بعدين زياده بالتدفق، بعدين نرجع نقصان زياده، نقصان زياده بهالسرعه هيك. انت ركز هون شوف شو بده يصير، لينز شو بده يقول لي؟ بده يقول لي انه التيار اللي عم ينشأ عندي بهالداره بده يعمل ممانع لتغيير الحاله. الحاله الاولانيه كان في عندي تدفق اعظم، لف لحتى يتناقص التدفق، الداره بتسعى لزياده التدفق نفسه. تزيد التدفق بده ينتج تيار بهالجهه مثلا، بهي الجهه عم يلف عندي تيار، يعني هي الحلقه ينتج عندي تيار هون. طيب لما رجعت الحلقه، طبعا انا هون بس مشان اوضح لك شو عم اعمل، هي البي، هي البي، هي البي نحو الخارج هي. هون تدفق اعظم، نقص التدفق معناتها لازم ينتج تيار يزيد التدفق. خلينا نفترض بهي الجهه، لما وصل لهالحاله ما في تدفق ابدا، هون ما في عندي تدفق، اصغر تدفق ممكن احصل عليه. بعدين لما لف زاد التدفق، بده يسعى لانقاص التدفق، يعني تيار بالجهه المعاكسه. هي اي، هي اي. اثناء الدوار رح ينتج عندك تيار بالجهه وتيار بالجهه المعاكسه. ترجع تكرر العمليه. سؤال، ما هو التيار اللي بتغير جهته؟ ما هو التيار اللي بتغير جهته؟ التيار اللي بتغير جهته هو الاسي الترنيتنج. أنا اللي عندي التيار المتناوب، يعني عندي التيار المباشر، التيار المباشر هذا التيار العادي نتعامل معه، تيار الخط اي اللي بدي بي فيه، تيار له جهه ثابته يحقق ان التكامل، يحقق انه تباعد الجي، خلينا نقول تباعد الجي، تباعد الجي يساوي الصفر، او تكامل على سطح مغلق للجي عم يساوي الصفر. خلاص واضح موضح، برجع بكذا. يعني انا هذا الجي بده يكون محافظ على قيمه ثابته. يعني الجي بده يكون بيساوي كونست، هذا هو التيار الثابت اللي بنعرفه.
معادلة الاستمرارية شو بتقول لي؟ أنا في حال كان عندي التيار السابق مثل ما حكينا بارمال، أنا تغير شحن خلال الزمن ما يكون موجود، تغير الشحنة الحجمية، هتضل الشحنة الحجمية ثابتة لأنه معدل التدفق ثابت اللي هو الـ R. يعني أنت الموضوع فيك تفهمه إنه أنا عندي مقطع أنبوب كبير أخذنا ناخذ فيه مقطع كله عم يمر فيه مي. أنت إذا كان التدفق منتظم فأنت أي كمية بتاخذها تغير الكمية الموجودة بهالمقطع من الأنبوب ما راح يتغير. بتضل كمية الماء موجودة ثابتة لأنه التدفق ثابت، يعني الـ I ثابت. يعني الـ I لما بيكون كونست ما راح يصير تغير الحجمية خلال الزمن. هلا هذا التيار السابق، بس أنا هون التيار عم يغير جهته. معناته الـ I ما بقى صار دايركت، صار متناوب. متناوب يعني عم يغير الجهة تبعي. هذا المثال اللي عم ناخذه هام جدا، ليه؟ لأنه في مسألة عالمية رح نحلها بعد شوي عن الموضوع هذا. هذا الموضوع مهم، أنت هاي الحلقة اللي عم تدور. طيب، هلا نحن بس مبارح حكينا بشغلة إن التيارات ما بس هي التيار الخطي نحن بنعرفه، هي تيار سطحي، تيار حجمي، حسب أنا، حسب أنا الشحنات كيف موجودة عندي، هل هي موزعة بكثافة خطية، بكثافة سطحية؟ الفكرة اللي بدي أوصل لك إياها، خلينا نفترض إنه صار كلياته عبارة عن سطح. يعني بدال هذا القرص هذا اللي عم نفرضه عفوا هون حلقة عم تدور بسرعة أوميجا، بس أنا هون شو تحليل الظاهرة؟ تحليل الظاهرة واضح إنه أنت لما بتكون الحلقة بهالشكل تدفق عظمة لفت هيك مقص التدفق. مقص التدفق شو معناته هالحكي؟ بس على زيادة تدفق، يعني بتنتج حقل بجهة البي. رح تنتج الحقل بجهة البي رح لف تيار معي. هون صار تدفق صفر. رجعت لفت الحلقة هون زاد التدفق، بس على إنقاص التدفق بالعكس. وهكذا. هذا نحل مثال عندي، بس قبل خلينا ناخذ الحالة لما بيكون في هون عندي قرص. لما بيكون في قرص صديقي أبغى فيك تقول لي R. طبعا هدوء. هون ما بقى فيك تقول لي R، شو فيك تقول لي هون؟ K. فيك تقول لي JK. JS. GS. يعني كثافة التيار السطحي أو K هي اللي استخدمناها امبارح. دراسة موضوع التحريض بهالشكل هذا غير مطلوب منا، بس أنا عم أقول لك شو الفرق. هذا قرص، هذيك حلقة، نحن بتهمنا حالة الحلقة. هون في حال هذا كان عندي هذا السطح، هذا السطح في حال كان هون موجود سطح بالكامل، عايش عندي تيارات سطحية. طبعاً تيارات إيدي، يعني تيارات فوجل أو إيدي، هي سبب لي تخرب أنا عندي. شو سببها؟ طبعاً في هيك شيء بسيط فيك تفهمونه عنه. عشان نعرف يعني أنا في عندي قرص، خليني افترض في عندي قرص، يعني هون أنا في عندي منطقة حقل مغناطيسي، أو خلينا نجيب المغناطيس النظر اللي بيكون خطوط الحقل بالنص منتظم، يعني عندي حقل مغناطيسي وليكن موجه بهالشكل بي، له منطقة. هاي حقل مغناطيسي، هاي منطقة. عارف زي كتاب واضح عندهم حتى تشوف الأحمر. هاي منطقة الحقل المغناطيسي. أنا هون خليني افترض في عندي قرص معلم. يعني لو الثقل، يعني إذا رجعنا للميكانيك لو الثقل عم ينكز تحت تأثير ثقل. خلينا القرص افترض إنه هو بده يمر بهي المنطقة تبعت الحقل المغناطيسي. هاي قرص. هذا القرص ما له شيء غير سطح الدار، يعني ما إنه عم يمر فيه تيار. فهمت علي؟ بدي يدخل بهالمنطقة. مثل ما حكينا مثل المناقشة السابقة، أنت هون هذا القرص لما فات بينشأ فيه تيار. لما وصل لهون بيكون التيار صفر. لما صار مهمور بالكامل من الحقل المغناطيسي. لما طلع من هون بده ينقص التدفق، بده يسبب التيار بالجهة المعاكسة. يعني خلينا نقول بيرجع بيطلع مثلا. نحن طبعا في المناقشة السابقة بالانالوجي هلا اللي قبل لما بحركة، نحن هون ما كنا عم ندرس. يعني انت فكر معي شوي فيه، هلا صار في عندي تيار، يعني صار في عندي شغلة ثانية غير البي، غير انه عم يصير عندي تحريض هون، وهذا التيار متحرك نتيجة الحقل المغناطيسي الخارجي. يعني ما في مصدر للتيار من الداخل، مصدر للتيار في الداخل ما موجود، هذا نتج عن وجود الحقل المغناطيسي. أنا هون الـ I نفس الـ B بتتأثر عليه،
يعني انت تأهيل الحقل المغناطيسي هو بيأثر على سلك يمر فيه تيار او على سطح يمر فيه تيار. قوة لابلاس هي القوة بتسبب لي تخامض بالحركة. يعني انت ما بقى صار رح يهتز بس تحت تأثير سفر. انا في قوة عندي هسة عم تمانع الحركة تبعيته لما يبعرني هالمنطقة اللي هو قوة لابلاس. من هيك رح نشوف احنا انه هذا بده يهتز بشكل متخامد ويوقف. تمام؟ اني كيف بيحلوا المشكلة؟ بيحلوها بأن السطح ما يكون كامل. بحلوها مثلا اذا افترضنا هون كان السطح مربع صب وحده يعني هيك مربع بيسووه على شكل بظاهر تاثير التيارات اذا تنشا التيارات بيسووه مثلا على شكل مثل مشط يعني هون صارت صغرت المساحه بيصغر تاثير التيارات وهذا فيه يهتز بشكل كامل. اما انا بالحال بيكون في عندي السطح كامل غير متقطع وعم يمر بهالمنطقه بده ينشا في عندي تيارات هاي تيارات ايدي او فوق. هي مناقشة بسيطة. طبعا التيارات ممنوع كمان نكتب هون اي برجع بقول لك انت هون صار عندك سطح سطحي طالما صار عندك سطح يعني صار في عندك تيار سطحي كي يعني اثناء عبوره بهالمنطقة رح يكون في عندي تيار سطحي كي ما تيار اي. طبعا قبل الا ما ننطلق لفكرة التحريض الذاتي هلا بدنا نحل مسألة بعد ما ناخذ فاصل صغير نحل مسألة تناقش فكرة التحريض. قبل ما ناخذ الفاصل بس شوف انه شو اخذنا هلا افكار شفنا هلا تجربه فرداي. تجربه فرداي عرفنا شو هي تجربه فرداي. اخذنا النتائج التجربه ان في حال تغير التدفق اللي عندي. طبعا هذه هي الشغله انه احنا اخذنا امبارح انه الحقل المغناطيسي بده يسعى لتدوير السطح بمنطقه بيكون فيها تدفق عظمي. هذا في حال شو؟ في حال اساسا كان في تيار بالحلقه. بس اذا كانت الحلقه وعندي عم تغير الحقل المغناطيسي المعرض لها راح ينشا فيها تيار. هذا هو التحريض. هنا القوانين الحاليه هلا صارت موجوده عندنا انت انه هذا التدفق. طبعا انت بس مشان نوضح عن قانون كيف ممكن تغير التدفق دي فاي اجباري بيكون يتغير بالحقل يتغير بالسطح يعني بي دي اس زائد اس دي بي. طبعا كيف ممكن يكون تغير عندي تغير انا بالحقل؟ هذه الفكره. هاي بي دي اس تغير السطح يعني حركه خلال يعني حركه خلال الحقل المغناطيسي. حركه السطح خلال الحقل المغناطيسي تسبب من شو؟ تيار متحرك رح يصير في تحريض زائد اس دي بي. طيب لما بيكون السطح ثابت مثل ما شفنا هلا بالحلقه قربنا المغناطيس او بعدنا هون تغير نتيجه المغناطيس نفسه. بس سؤال هل في شيء بالتيارات ممكن يغير لي الحقل المغناطيسي؟ يعني هل فيني انا بغض ما بدي استخدم مغناطيس بدي انا الحقل المغناطيسي نفسه يتغير كيف بدي يغير؟ ايه في طريقه انت هلا خلينا ناخذ ملف هذا ملف خلينا نوصله على منبع تيار منبع التيار هذا خلينا متناول يعني مصدر مهتز عندي هون قوه محركه مهتزه كمون مهتز تيار مهتز يعني شو معنى تيار مهتز؟ مطلت تغير الجهة. خلينا نحط بالمقابل هون مقابل إذا منطبق المحاور على بعض عندي هون كمان ملف حلقة عندي يعني. موصولة للغلفانومتر عشان تحسس التيار يعني بدي أعرف إذا عم يصير تحريض ولا لا أثناء مرور التيار المتناول. طبعا أنت خلينا نناقش الحالة من البداية خليني قبل ما آخذ التيار المتناول اخذ تيار حاله التيار المتواصل. في حاله التيار المتواصل اذا افترضنا هون في قاطع عندي هي في حاله التيار المتواصل افترض في قاطع اول شيء كان التيار صفر هون اول شيء كانت قيمه التيار هون صفر لما غلقت القاطعه تصير اي صح؟ معناته هون شو راح يصير عندي؟ تغير بقيمه التيار. بس انا اساسا الحقل هذه الحلقة لما بمر فيها تيار بتشكل لي حقل مغناطيسي بي. هلا قبل ما ناقش موضوع التغير هون خلينا نناقش الموضوع. انت اول شيء قبل ما نوصل للقاطعة كان التدفق هون صفر. ليه؟ هذا السطح تبع اس والحقل المغناطيسي هون ما كان موجود، يعني كان صفر، هاي أول شيء. هلا لما غلقت القاطعة خلال الفاصل الزمن الصغير اللي صار في عندي فيه تيار كهربائي مثلا مر التيار هون يعني مر هيك
لف هيك عندي صار حقل مغناطيسي بي هيك هاي الحقل المغناطيسي صار في تزايد بالتدفق خلال الفتره الصغيره يعني صار في عندي انا هون تغير بالتدفق خلال الفتره الصغيره بلاحظة لحظة الإغلاق القاطعة راح نلاحظ إحنا إنه هون بدي يتحرك المنشن شيء منطقي جدا لأنه تغير التدفق يعني نتج عندي تيار لو تشتغل محرك الكهربائي لحظة الإغلاق يعني هلا بعد إحنا هون أغلقنا القاطعة خلينا نفتحها لحظة الفتح التيار كان بقيمة I صار بقيمة صفر معناته هون البي كان معرض هون السطح لحقل مغناطيسي بي بتدفق معين بعدين بده يصير صفر صار في تغير في التدفق راح ينتج عندي تيار بالجهه المعاكس يعني انا قصدي كيف ممكن انا اغير الحقل المغناطيسي حتى اخليه يتغير بكل لحظه وخلينا نستبدل هلا منبع التيار المتواصل بمنبع التيار المتناوب منبع مهتز هون بكل لحظه بتغير جهه التيار تغير جهه التيار صار عندي انا الحقل المغناطيسي الناتج عنه الاثر المغناطيسي للحلقه نفسه هو اللي عم يتغير بده يضل يتغير التدفق عندي بالجهه الثانيه يعني انا ممكن القصد ممكن اغير الحقل المغناطيسي من خلال انه يكون مصدر التيار هو تيار متناوب تمام غير فكره انك تقرب المغناطيس او البعد هلا بناخذ فاصل بنحل مساله تطبيق عن الحكي بعدين ننطلق نحن فكره التحريك الزاوي